فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، متواصلين في حصتنا اليوم. كما كان معنا شكون من الشباب القيروانيه، خذينا موقف بخصوص مقابلات البراج الخاصه لتعويض فريق هلال الشابه. نشوفوا موقف نادي ثاني، موقف نادي حملم، في اللي ايضا غادر الرابطه الاولى. معنا رئيس السيد فاضل بن حمزه، ولو انه رئيس مستقيل هو، فما هيئه تسريعيه باش تكون باش تاخذ الفريق. نشوفوا كيفاش باش تبدل الامور مع المقابله هذه مع ماتشات البراج. فناخذ التفاصيل الكل مع السيد فاضل بن حمزه. سي فاضل اهلا بيك. اهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا سي فاضل. دونك كنت تسمع فيه، كيفاش نجم نقدمك اليوم سي فاضل؟ الرئيس الرئيس السابق بليتو بون مش سابق مازال قانوني باقي نعيش. اليوم احنا في نادي رياضي حملان، ما تعرف احنا هيئتنا، وانا كرئيس معناتها شفت من المونديال نتاعي وفات، قاعدين نستناو باش نعملوا جلسه انتخابيه. انترتون شو اسمه عين معناتها لجنه تسييريه يترأسها سي بوجي بحر، اللي اتفقنا البارح على اساسه انه باش تكون اللجنه هذه معناتها مجموعه من قدماء مسيرين ومن الهيئه القديمه والهيئه الجديده، فهمت، باش يسيروا امور النادي. دونك معناتها توا شو اسمه بالنسبه للقرارات كلها باش تكون في الهيئه التسييريه، وان شاء الله بقدره ربي الهيئه التنفيذيه اللي باقي من اليوم ولا غدا صلاح باش تكون متاحه. انت باش تكون باش تقدم للانتخابات الجايه ولا سي بون ما عادش نجم؟ لا انا صحيح انا وفات مهمتي وفات حكايتي صحيح، انا صحيح مشيت على روحي. اما هذه الهيئه التنفيذيه هذه باش هي اللي باش تقوم باش تراسل الفريق حتى الفتره، وانا باش نعينوا جلسه انتخابيه. باهي اكيد تبعت الديسيزيون الاخرانيين عند الجامعه سي فاضل بخصوص هلال الشابه ودوره البراج، كيفاش تقبلتوهم انتم كحنادي حملنف؟ والله شو نقول لك، والله متاسفوا لهلال الشابه الحقيقه، ربي فريق محترم والناس خدمت برشا، مي مالوريزمون على غالب المحباح. انا واحد انا نحكي على شخصي راهو مش على نادي رياضي حملنف. الحقيقه تربي وقت استثمار المجهودات الكبيره اللي قام بها المدير ورئيس التوفيق المكاشف، انت اسفوا على اللي صار على غلط من الرزمو. واحنا كنادي رياضي حملان ماك تعرف معناتها باش اسمه واحد ما فماش واحد تجيه فرصه كما هذيا باش يعاود يرجع للديفيزيون ناسيونال ويقول لا. الطريقه كيفاش استثمار مي الله غالب، ما فما ما نتصورش كان فما شكون وانا باش تجيه فرصه وانا باش يقعد بتواجد في الديفيزيون ناسيونال ويقول لا. فما اشكاليات لهنا سي فاضل، خاصة كما كان يأكد قبيلك سيد مراد القداح في الشبيبة، فما لاعبية خرجت ملاعبية غادرت. انتوما في نادي حملنف حتى حكينا قبيلك في الاوف ظهري ما عندكمش الاشكال هذا، ما عندكم لاعب وحيد خرج. احنا عندنا لاعب وحيد اللي هو فارس المسكين يا فار، هذا مصر، وعندنا زوز لاعبين اللي رجعوا اللي هما غيث الصغير وزياد بن سالم. احنا ما معناتها زي اللي موجود عندنا كان فارس المسكيني ولا كفراج الكرماوي نتاع ليطوال، هما اللي معناتها في الاخر تربي معناتها باش يخليوا بلاصتهم، ولا لي دوز اترونجي اللي غالبا كيف تاكد. معناها الملاعبيه ما كنتش ترانيو قاعدين انتوما هكا ولا؟ لا احنا مازلنا ماناش قاعدين ترانيو، نورمالمون اليوم العشيه وغدوه الصباح باش تلم اللجنه هذيا. لا هي باش تقرر وقت باش تكون بريد، حسيت انكم هنا اليوم العشيه. انت باش تكون معاهم اللجنه ولا لا؟ لا انا مانيش هذه مستقله، هذه باش تكون لجنه مستقله عينها باش تكون هي تتصرف كذا باش يتراسها كما يجي بحر. اي خاطر المقابله تقريبا بعد اقل من 10 ايام تقريبا، في ثلاثه جمعه ثلاثه مقابلات في اسبوع. جمعتين تقريبا الجمعه هذه والجمعه الجايه. اي 10 ايام تنجموا تحضروا فيهم معناتها ثلاثه مقابلات في اسبوع، ملاعبين عندهم برشا مرتاحين. هذه الحكايه هذه صايره عندنا في كل مانيا، احنا استثناء الفرق الكل اللي باش تكون معها هي بريود ضيقه ياسر، مي هذا بالنسبه لنا احنا تحبنا كيف الناس، هما الناس الاخرين ما هم حاضرين هما مش حاضرين. دونك علينا باش نكونوا في النيفو نتاع النيفو حتى النيفو فيزيك باش نكون الناس كل متقاربين. سي الفاضل ما نجموش تشوفوا موقف مثلا موقف تضامني مع هذا الشاب اللي تعرض للمظلمه ولا حاجه، ترفضوا مثلا تخوض المقابله ولا حاجه هكا؟ ولا صعيب مثاليه برشا الحكايه، مثاليه تخن. اي ولا لا احنا متضامنين مع هلال الشابه الحقيقه، قلت ربي انا كشخص باش كان نادي متضامن معاهم، يتبقينا ايش اسمه على غالب هذا اختلاف صار بيناتهم، ثم شويه اسمه على غالب من نجم نقول هالشيء. واضح، يعطيك الصحه، شكرا لك سيد فاضل بن حمزه على تدخلك معنا.
شكرا دونك، مازلنا مواصلين حتى المطلف ونص في اخر نص ساعه اليوم. مازلنا باش نستقبلوا عديد الضيوف وعديد التليفونات. اكيد ما فماش حتى واحد يرفض انه الهديه اللي هبط اليوم من السماء كما شفتوا من السيد فاضل بن حمزه رئيس نادي حملان. فاكد سالي نادي حملان في الخوض مقابله البراج وما نجمش يعمل غير هذا. وليد بن حوم يجيكم بعد شويه في فلاش بورس، وبعد متواصلين حتى المطلف.